معاك مش مستني صوتك لا اسمعك لو تعبت وحملك وجعك على عقال راسي لارفعك هو يا ابن بلادي شد الهمة خلوا ولادنا يضلوا بنعمة. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية، وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم الأستاذ باسل بن طريف المالك لمحل بن طريف للأدوات الكهربائية. بداية مساء الخير. أهلا مساء الخير، نورنا طبعا أنت وجودكم إن شاء الله. الآن أستاذ باسل لو ناخذ نبذة بسيطة عن حياتك، عن بداية مشوارك العملي هون، كيف بلشت ومتى بلشت؟ تفضل. والله إجت الفكرة هي براسي قبل 7 سنين. نعم. كان الوضع شوي يعني صعب شوي، وبلشت والله بلشت بألف دينار، والحمد لله مع الوقت يعني تطورنا وصرنا نجيب بضاعة وشي ومشت أمورنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كل التوفيق يا رب. الآن لما نتحدث أكثر عن الخدمات اللي بتقدمها هون، آلية العمل كيف بتتم؟ تفضل. الخدمات هون والله بنبيع إحنا الإنارة للناس، وبنبيع يعني حسها يعني على جديد، يعني نزلونا بضاعة اللد، شغلات اللد يعني موفر للطاقة، وبنقدم خدمات يعني كويسة للناس والله الحمد لله. نعم كل التوفيق يا رب. الآن لو نتحدث عن الأسعار كيف بتشوفها، مناسبة للجميع؟ والله الأسعار مناسبة. نعم. الأقبال أهل المنطقة بشكل عام؟ جيد جيد جيد. نعم. الآن لو نتحدث عن الاستيراد، استيراد القطع عندك من وين بتم؟ تجار محلي في البلد، خارج البلد، أيضا إيش نتحدث يعني صيني تركي؟ تفضل. لا بنشتري من داخل البلد، من تجار داخل البلد. نعم. البضاعة أكثرها بتيجي صيني. نعم. يعني حوالي 90% صيني البضاعة الموجودة، والباقي تركي. تركي نعم. نعم. الآن لو نتحدث أكثر الأستاذ باسل عن المشاكل والمعوقات، يعني مثل ما بنعرف أي مشروع اللي يمر مشاكل ومعوقات، يعني بدنا نحكي سواء محل غيره ولا غيره، إلا من نتحدث من جهات معنية من قبل الزبائن أيضا. نعم. والله هنا أكثر شيء مشكلة يعني ارتفاع الأجرات. ارتفاع الأجرات نعم. والخلو خلوات المحلات يعني غالية كثير هون بالمنطقة عنا، هم هذول أكبر مشكلتين يعني بنعاني منهم. نعم. هي أكثر من محل إنه حكى إنه ارتفاع الإيجارات مرتفعة. نعم. والخلوات كمان. نعم. الآن لو نتحدث أستاذ باسل، مثل ما بنعرف التميز عنوان النجاح، كل محل عن غيره بتميز بإشي، مع احترامنا لباقي المحلات، بس لو نتحدث عن المميزات تفضل. المميزات والله هنا إحنا في منطقة البيادر يعني بشهادة الناس كلها بنبيع أقل محل في البيادر. نعم. بنربح ربح بسيط، بس الحمد لله إن زبايننا وين ما نروح زبايننا ورانا، حتى أكثرهم بصونا على التلفون. نعم. بضاعتهم. كل التوفيق. نعم. الحمد لله رب العالمين. نعم. نتحدث عن أيدي العاملة عندك، حضرتك هون في عندك أيدي عاملة ولا ابنك بيشتغل؟ لا والله عندي 3 شباب وكل واحد بيستلم فترة منهم. نعم. عندي حمزة خلص جامعة إن شاء الله الشهر الجاي، وعندي الشباب 2 الثانية في المدرسة لسه. كل التوفيق يا رب. أستاذ باسل الآن فت محور آخر اللي هو نعمة الأمن والأمان، مثل ما بنعرف الأردن متمتع بهاي النعمة اللي ميزتنا عن باقي الدول، مثل ما بيحكوا لك الأردن حديقة داخل حريقة، إيش بتعني لك هاي النعمة كمواطن أردني؟ تفضل. والله هاي النعمة مش موجودة بكل الدول العربية يعني، عرفتي يعني. نعم. نعمة ممتازة جدا، نعمة الأمان والأمن، يعني مرات بنخلي باب محلنا فاتح وبنروح هيك وبنيجي هيك، يعني ما حدا يعني الأمور 100% الحمد لله. نعم بالتأكيد بضم صوتي لصوتك أستاذ باسل، يعني إذا وجد الأمان وجد الاستثمار طبعا. الاستثمار نعم. وإحنا طبعا الله يديم علينا هاي النعمة يا رب. الحمد طبعا لله. إحنا بالمقابل يعني إحنا بنتمنى السلام لجميع الدول العربية. الحمد لله رب العالمين. أستاذ باسل مثل ما بنعرف الملك قريب من الشعب، وأي شخص بتمنى رؤية جلالة الملك، لو حالفك الحظر التقيت فيه لبضع دقائق شو بيكون محور الحكي بيناتكم؟ والله رايح أقول له أنت بتحكي للحكومة شكل والحكومة بتنفذ بطريقة ثانية. حكومات يعني ضرائب، ذبحونا ضرائب، ارتفاع المحروقات، يعني كل شيء، يعني تنكة البنزين برا يعني ما بتكلف الدولة 5 دنانير 6 دنانير، بيعونا اياها 13-14 دينار تنكة البنزين، عرفتي؟ نعم. يعني احنا بدنا نحكي بالنهاية لجلالة الملك إذا على الشخص المناسب في المكان المناسب. نعم. يعطيك ألف عافية أستاذ باسل. نهاية لقائنا بنحب نحدد للسادة المشاهدين موقع المحل، أرقام الهاتف للتواصل، تفضل. بيادر وادي السير، شارع رشيد بيوك، يعني قرب الكلية الصناعة، وأرقام الهاتف 079-55-80-465-007-64-770-62.
كل التوفيق ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. تسلم. وفي نهاية حلقة لهذا اليوم أتقدم بجزيل الشكر العرفان الأستاذ باسل بن طريف على تواصل دعم لهذا البرنامج. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لقناة جلسات.